السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد معي لليوم. واليوم مثل العادي عندنا ورك أوت جديد، مو كتار، ثلاث تمارين رح نشتغل فيهم ثلاث جولات. التمارين هني أول تمرين الكرانشز، هذا رح نشتغله 10 مرات. بوش أبس تمرين الضغط رح نشتغله 5 مرات، وبعدين عندنا البول أبس التمرين العقلي رح نشتغله 3 مرات. هالموضوع هذا رح يكون 3 جولات، ما في وقت، وقتك لك، يعني انت حمل الوقت والمرة الجاية يكسره. هالشي هذا رح نشتغله اليوم، اعملوا احماء كتير منيح قبل التمرين وجهزوا حالكم كتير منيح وخلينا نبلش. قولوا يا رب 10 مرات كرانشز. هذا اللي شرحناه الدرس الماضي، يا ريت ترجع تشوفوه مشان تشوفوا الفرق بينه وبين التمارين الثانية. عشرة، بعدين 5 بوش أبس. تمرين العقلي بتضطر انه الكاميرا كل مرة. وعلى الجولة الثانية والمجموعة الأخيرة، والمجموعة الأخيرة بوش أبس. وآخر 3 هون. هذا كان كل شيء لليوم، تمرين سهل بسيط، يعني ما أكل دقيقتين معي يعني معي ما أكل غير دقيقتين، مو لأنه أنا كثير منيح، يعني حتى في محلات بلاقي فيه صعوبة، بس مثل ما حكينا الشغلات هدول هني، أو خلينا نقول هذا التمرين أو هاي المجموعة هني مخصصة لناس يعني لسه عم يبلشوا، لسه عم يبلشوا، يعني ممكن هاي المجموعة تاخذ معهم وقت طويل أو وقت أطول وياخذ منهم جهد أكبر، تمام؟ فاللي بيشوف إنه هالشيء هذا دون المستوى، يعني مستوى أعلى من هيك بكتير، فممكن يزيد العدات، تمام؟ يمكن يعمل 25 كرانشز، 30 ضغط، وعشر مرات تمرين عقلي، تمام؟ يعني كل واحد حسب قدرته، بس إنه الأعداد هاي الصغيرة والتمارين الخفيفة هاي حالياً هي عم تكون لأشخاص لسه عم بدهم يبلشوا، لسه بدهم يعملوا، وحتى في ناس ممكن تشوفوا كتير صعب إنه يطلع أوف بالأخير في 3 مرات، أنا يلا أقدر أسحب مرة، خير إن شاء الله، أسحب هاي المرة وعيد جاعد تمارين وطلع كمان أسحب مرة، ما في مشكلة، المهم وقف على حيلك وبلش، لأنه طول ما الواحد قاعد وعم يقول بدي بس ما بحسين، لازمني وما بعرف، ما رح يمشي الحال. ما بتجرب، مهم واحد لازم يبلش، واحد لازم يبدأ. بالنسبة لموضوع انه ابدأ وبلش، فراح احكي قصة صغيرة. من فترة طويلة شوي اجى لعندي شخص وقال لي انا جاي لعندك، يعني هو قال لي جاي لعندك بالتحديد. قلنا له يا سيدي اهلا وسهلا، شو بقدر اساعدك؟ قال لي انا عندي وزن زايد وانا بدي اشيل وزني، وهالشيء مدمرني. هو شاب صغير يعني ما كتير كبير، بالعشرينات، وبالفعل صحته منيحه.
فقال لي انا بدي انزل وزني باسرع اسرع وقت، وشو بدك انا مستعد اعمل؟ قلنا له يا سيدي طول بالك اقعد وخلينا نتفاهم. فقعدنا حكينا، عرفت وضعه الصحي، وضعه بالبيت وهي القصص، هاي تفاصيل اللي المدرب بيحتاجها ليقدر ينظم اوقات وبرنامج اللاعب. فكان الموضوع كثير منيح. قلنا له خير ان شاء الله، قوم لنطلع على الميزان وناخذ الهدف تبعنا. طلع على الميزان، للاسف الميزان ما اعطاني رقم، يعني وزنه طلع اعلى من الحد اللي بيعطيه الميزان تبعنا اللي موجود بالنادي. فحسيته هيك شوي احبط الزلمه، فقلنا له يا سيدي ما في اي مشكله، الهدف الجاي انك تطلع على الميزان ويعطينا رقم. تمام؟ فاذا طلعت المره الجايه على الميزان واعطانا رقم فهذا يعني انه الوزن نزل. فقال لي خير ان شاء الله رح نعمل هذا الشيء. فبالفعل اعطيته موعد مشان يجي ونجرب التمارين. فلم بالموعد الثاني بالفعل اجى، وكانت التمارين مثل ما عم نشتغل هيك بس بشكل ابسط لسه شوي، كونه صحته منيحه ووزنه وكذا، كان في يعني شوي تمارين بسيطه بس بالنسبه له رح ترفع نبض القلب ورح يصير التنفس اعلى وحراره الجسم تعلى، يعرق، يعني هالقصص هاي اللي حكيناها بالفيديو الماضي بالنسبه لحرق الدهون. وهو كان بده باسرع اسرع وقت. فاجا والله وجرب التمارين، كان بيشتغل من قلبه رب. قلت لحالي هذا فظيع فظيع، هذا بدي اتحدى فيه الناس، يعني انه اقول لهم شوفوا بوقت قصير خالصين. بهاليوم هذا بالفعل كثير تعب وعرق كثير، وبين عليه انه اشتغل من قلبه. فخلص وراح على بيته، ولهلا ما عاد شفته. يعني ما بعرف ليش، يعني هون اشتراك بالنوادي عنا ما الواحد بيدفع باليوم او بالاسبوع او بالشهر، هون الواحد بيمضي عقد سنتين او سنه وبيضل بيدفع، اجى ما اجى يصطفل. تمام؟ حاولت اتواصل معه كذا مره، كل مره اخذ له موعد ما يجي، يعني ظروفه ما بعرف، زلمه متزوج وعنده اولاد. بغض النظر عن هالموضوع هذا، الواحد يبدا ويستمر. تمام؟ يبدا ويستمر. الموضوع هذا كثير صعب، كثير بده تعب، كثير بده صبر. فان شاء الله كل واحد يقدر يحقق اللي بده اياه، كل واحد يوصل للمستوى اللي بده اياه. بس هذا كان كل شيء لليوم. اليوم كمان حكينا اكثر ما اشتغلنا، بس يعني كله مربوط ببعضه. لا تنسوا لايك للفيديو، اشتراك بالقناه، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. اكتبوا لي ارائكم وملاحظاتكم بالتعليقات تحت. نلتقي بفيديوهات جديده ان شاء الله. سلامات.